هاي everyone. اهلا بكم يا جماعه، وحشتونا قوي. النهارده حلقه جديده من حلقاتنا على قناتنا على اليوتيوب وي ار الشريف. عارف ان احنا اتاخرنا عليكم كتير كتير قوي كمان، مش كتير بس بس هي والله هي ظروفك اتحسرت، حاله وفاه عندي وزن تعب شويه وغيرنا الشقه، نقلنا من شقتنا القديمه لشقتنا الجديده. فيمكن مع الاحاسيس دي كلها هي دي اللي تسببت فاحنا نتاخر عليكم في الفيديوهات، سامحونا. حتى انا حبيت مع اخد اميمه وميلا وزين اللي هننزل بيهم اجازه هنا في مدينه اسمها افينيو، بعيدة عن باريس في السود بتاع فرنسا. بالظبط، بعيدة عن باريس بثلاث ساعات بالقطر او ثلاث ساعات الى 10 دقائق بالظبط يعني. فده اول فيديو من فترة كبيرة حبينا نشركه برضه في اجازتنا هنا معانا. قبل ما نكملوا نحكي لكم على اللي صاير وكل شيء، نحبكم تعملوا سبسكرايب ولايك وتمشيوا تتابعونا على انستغرام، وما تنسوش تعملوا تشير الفيديو. ودلوقتي احنا هننزل نوريكم المدينة من تحت الى حد ما اللي نقدر عليه، عشان تبقى مشاركنا في كل لحظه في اجازتنا. هذه مدينه افينيون، اجي نوريكم المنظر من الفوق كيفاش. واو، هذه في جنوب فرنسا. كوكو 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 ماما كوكو ميلوش كوكو. توصلنا للسنتر فيل متاع افينيون، نوريكم المدخل متاع سنتر فيل كيفاش. شوفوني شنو عاملين، بلاصة نورمالمون كانت كابين متاع تليفونات، عاملين فيها كتب. واو جيم بيان. هذا بارك في افينيون، فيه برشا حاجات، حاصيلو شوي اثار. احكي لهم على البارك. هذاك مهدي، مهدي صاحبنا مع بيبي سيلين. ميلا تقولو بعدي. ميلا بدوات. احنا نزلنا هنا زي ما قلت لكم على اصحابنا مهدي وهيفا. هيفا بتشتغل دلوقتي فهي مش معانا، معانا مهدي، فهو اكتر واحد فينا يقدر بيشرح لنا وبيشرح لكم برضه. زي ما قلنا لكم احنا بتشاركونا في كل حاجه واحنا بنتفرج عليها، فهو اكتر واحد هيشرح لنا المكان هنا، هو ده ايه واسمه ايه. ودلوقتي معاكم مهدي، هو اللي هيقول لكم. هلو مهدي. اصلا الناس الكل مش حابب نتكلم يعني اكتر حاجه بالعربي بس تفهموني. دونك افينيون معروفه اللي هي المدينه نتاع لي با بالفرونسي، دونك القديسيه نورمالمون بالعربي. وافينيون من البلدان القليل اللي حافظوا على التاريخ نتاع البلاد، كيما راهو توا ذاك الحيط السور، هو السور هما مبني من عام براتيكمون من 1300 وحاجه، وهو لي باب هما القديسيين يمكن كان كلامي صحيح، جاو لافينيون من عام 1309، يعني براتيكمون التاريخ نتاع افينيون بدا من وقت على خاطر هما اللي اسسوا كل شيء وعملوا الثقافه وعملوا كل شيء لهنا. وافينيون يعني بلاد صغيره ديما فما الشمس بحلاها وحر، معنا البحر مش عندنا البحر بحلاها وكهو. يعني مرحبا بكم الناس الكل اللي حاب يجي افينيون، طقس ديما باهي، بارده شويه ما طقس ديما باهي. وي وي سيرتو في الصيف طقس باهي برشا. نحاول نوريكم شوية فما بقايا متاع آثار هوني حاطوهم في البارك، ولا هما ديجا في البارك؟ هو أي حاجة هوني تلقاها سورتو في الحدائق العمومية اللي هما يتذكروا ديما بالتاريخ، يعني ديما تلقى حاجة ومكتوب فيها ديما لهنا فور إكزومبل هوني، فما ديما تلقى حاجة مكتوب يفسر لك التاريخ عليه التاريخ حتى تاريخ قريب يعني. أوكي. حتى هوني كنشوفوا البني كله آثار، كله آثار بني قديم على الاخر تحسوا. وكل مره في تعرضنا حاجه من الحاجات اللي هي قديمه هوني. بقايا، هذا البقايا متاع الاثار الموجودين محطوطين في وسط البارك هذا.
كل ما تمشي تزيد تلقى نوع من انواع الـ الـ الاصنام الصنم. دونك فوالا هذه الحاج أبانيل. هذه متحف وبالصدفة في جوبونس حاجة على حاجات متاع مصر زادا. هذا اسمها بلاس دو لوغلوج، ما نعرفش بالعربي شنو هي اسمها. هذوما اللي على اليمين الكل دي ريستورون توريستيك، يعني سياحيين يجيو في الصيف. افينيون معروفه عند الفيستيفال دافينيون، هو فيستيفال المسرح، يجيوه من العالم الكل. يعني انا تونسي لهنا قابلت برشا مسرحيين تونسيين، نتفرج ياسر زدنا في المسلسلات المصريه يعني في رمضان كيما العبد الكل، قابلت زدا هوني برشا ما نذكرش اساميهم، يجوا من العالم الكل، من امريكا، من كندا، من العالم العربي، ما اي قلت مصريين يجوا من البلايص الكل. يعني هي افينيون تتبدل تولي بلاد اخرى جوان جويلية واوت، في شهر 6 في شهر 7 في شهر 8 انا عارف شنو بالضبط. هذه البلاس اسمها بلاس دو لوغلوج، هذه الميري دافينيون اكبر مع الميري في سنتر فيل، والقدام ماشيين للساحه كيما نقولوا نحن التاريخيه اللي فيها هي اللي بالي اللي معناتها فيها لي باب، فيها القصر نتاعهم ومش عارف اسمه بالضبط يعني بالعربي. وغادي كنشوفوا بعض البلاصه. يلا خليكم معنا. هذا المسرح نتاع افينيون برشا مش في الصيف مع الفيستيفال يمكن يوصلوا حتى كش معناتها، خاطر هما فما بلايص يعملوهم معناتها خصيصا في الشتاء تلقاهم مسكرين، اما ابارتير من شهر 6 يحلوا، معناتها يمكن توصل حتى 50 مسرح في افينيون في الصيف مع الفيستيفال. قلوا باي.
باي. هذا البالي دي باب. باركين تنجم تحط فيه كرهبكم وباجي تطلعوا البالي دي باب. الغادي فما الغادي تطلعوا الفوق بكل فما السانسيت ياسر محليها مش نورمال. ميلوش كوكو. حاطين القصة شوية متاع هذي الباب كليمون سانت هاي وي 1339 عام 1345 عملوا هذي البالي يعني القصر وبعديكا زادوا كبروا فيه من عام 1342 1350 هذوما لي باب الكل اللي عاشوا في افينيون القديسيين الكل اللي عاشوا في افينيون هذوكم باساميهم الكل. جبت نوريكم المنظر من فوق افينيون الكل من فوق. نطلع فوق بكل فما يعني منظر اخر روعة. نقدر نطلع من هناك خالص ونقدر نشوفوا المنظر من فوق اكتر. ودلوقتي حوريكم المنظر من هنا كمان من قبل ما نطلع لفوق خالص لان احتمال نطلع ولا لا على حسب ما ميلا هترضى معانا ولا لا. تعالي ميلوش. المساحة اللي تبنت عليه هو البالي دي بابا ذا تخليه من أكبر البالي جوتيك في العالم. مساحته قد ايه بالضبط؟ 15000 متر مربع. اوكي هوني مفسرين يعني هتاكل كلها مكتوبة بالفرنسي أما مفسرين معناتها قديش المساحة نتاعو بالضبط وكيفاش مبني معناتها حاطين اللي هو من أكبر البالي في العالم العالم كل يعني. هذا البالي من داخل شو قديش كبير. شوف الكتب اللي موجودين فيه يعني تاريخه كبير برشا برشا. هذا صار 41 هوني كلمة الزوري.
لهم مع السلامة، قول لهم كوكو زينونو. جاكم رجع لكم زينوش بعد غيب 6 شهور على اليوتيوب. زينو دلوقتي وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا معنا وتفسحتوا معنا. إن شاء الله نكونوا ورينيكم شوية معناتها مدينة أفينيون، اللي يحب يجي هوني معناتها ويتفرج عليها، بلاصة باهية برشا، مزيانة برشا. إن شاء الله تكونوا فريمون استمتعتوا معنا. قبل ما ننهي الفيديو نحب نقول لكم ما تنسوش تعملنا لايك وشير وتتابعونا على انستغرام، تنحط لكم هوني الانستغرام تاعنا. في حاجة كمان عايز أقولها لكم، في فيديو قبل ده المفروض كنا هبطناه ونزلناه، بس ايه المشكلة زي ما قلت لكم الظروف، فإن شاء الله بعد الفيديو ده هيبقى هينزل لكم الفيديو التاني، بس هكون في أمانة لوحديها. هكا نكون وصلنا لآخر الحلقة متاعنا، نشوفوكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.